بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مسألة الدفن، دفن الإنسان من خصائص الإنسان ومن وسائل تكريم الإنسان. فالتكريم الإلهي للإنسان المتمثل في قوله سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم. هذا التكريم الإلهي لا يقف عند حدود الإنسان الحي، بل هو يمتد طبعا وشرعا إلى الدفن بعد وفاة ذلك الإنسان. وهذا الأمر ثبت من أول ما جاءت البشرية، عندما قتل أحد أبناء سيدنا آدم أخاه، ولم يعرف بعد كيف يفعل مع هذه الواقعة، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. فتعلم الإنسان من هذه اللحظة الزمنية القديمة جدا، من لحظتها إلى تاريخ الساعة، ونحن مأمورون شرعا. التكليف جاء إلينا نحن الأحياء، التكليف لا يتعلق بالميت لأنه مات، إنما التكليف جاء إلينا أن نغسل هذا الإنسان وأن نكفنه وأن نواريه التراب، أن ندفن. وجعل هذا من فروض الكفاية. حتى انظر إلى مسلك العلماء في توصيف الحكم الشرعي، جعلوا كل هذه الأمور الخاصة من لحظة الوفاة إلى المواراة في التراب كلها داخلة في فروض الكفاية. يعني يجب عليكم كمجتمع أن تقوموا بكل ذلك، كل في بلده أن تقوموا بذلك جميعا. لكن إن قام به بعضكم التكليف يسقط عن الباقين، ومن ثم لا يلحقه إثم. لكن إن تقاعستم جميعا ورفضتم جميعا أثم الجميع، لأن التكليف قد سقط في هذه الحالة، أنتم أسقطتم التكليف ولم تقوموا بالتكليف. وبناء على ذلك فالدفن هو تكريم للإنسان ميتا، وهو فرض من فروض الكفاية. نحن بنصف هذا الفعل الذي قام به البعض، إن لم يكونوا في جهل فهو بلا شك خطيئة كبيرة جدا في حقي، ليس في حق هذا المكان، وإنما في جبين كل من يعلم بهذا الشيء ويرضى به، لأنه